بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي عندنا في الآية السابقة قوله سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء. ومناسبة هذه الآية للموضوع الذي تتحدث عنه كما هو ملاحظ أنها كانت تتحدث عن أن المسيح إنما هو بشر، في من ادعى أن المسيح عليه الصلاة والسلام إلها. والمسيح عليه الصلاة والسلام كان خلقه يعتبر من الأمور غير المعتادة لأنه ولد من غير أب، فلعله جاءت هذه في قوله ولله ملك السماوات والأرض ومن بينهما يخلق ما يشاء كأنها إشارة إلى ذلك الخلق العجيب، أنه قال يخلق ما يشاء لأنه هو صاحب الملك، فكل ما في السماوات وكل ما في الأرض وملك الله سبحانه وتعالى يتصرف فيه كما يشاء. ومن تصريفه سبحانه وتعالى وتقديره أن خلق عيسى عليه الصلاة والسلام بدون
أب، وهذا قوله يخلق ما يشاء، ولهذا أيضا ختمها بقوله والله على كل شيء قدير قدير، وهذا الخاتم أيضا مناسب لهذه الفكرة في كون الله سبحانه وتعالى خلق عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب، وأنه إنما هو بشر وليس إلها ولا ابن إله كما قال النصارى. لما زعم النصارى أن المسيح هو الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، احتج عليهم في القرآن في هذه الآية بحجة عقلية، وهي أن المسيح لا يقدر أن يدفع عن نفسه السوء والبلاء، فكيف يكون إلها؟ جميل. وإذا كان لا يقدر عن دفع السوء عن نفسه، فهو أيضا لا يقدر عن دفع السوء عن غيره، عن غيره. ولذلك ذكر من الغير أخص الناس وهي الأم. نعم. قال قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وأظن المعروف تاريخيا أن عيسى ماتت أمه في عهده. لا، ماتت بعده. نعم، يعني جاءت وفاتها بعد. نعم، بناء طبعا بناء على المدون من تاريخ النصارى أنها حضرت يعني صلب عيسى على الصلب المزعوم. نعم، كما يزعمون. نعم، أين يعني حضرت الصلب المزعوم. فالله عز وجل يحتج عليهم بأن عيسى لم يدفع البلاء عن نفسه ولا السوء عن نفسه، وهذا من أدل الأدلة على أنه لا يستحق هذا الوصف وهو وصف الربوبية. نعم. ولذلك قال قل فمن يملك من الله شيئا، يعني أدنى شيء. نعم. إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ثم أثبت لنفسه الملك كله، فقال ولله، قدم الجار والمجرور هنا لإثبات اختصاص الله بذلك، وأنه لا يشارك الله في ملكية السماوات والأرض وما بينهما أحد. قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، ثم أثبت لنفسه التفرد بالخلق، قال يخلق ما يشاء، وأيضا إذا كان يخلق ما يشاء فهو يتصرف كيف يشاء سبحانه. نعم. وليس لابن مريم من ذلك أي لا شيء، أي شيء، لا الخلق ولا الملك. القدرة والملك، فهو ليس بقادر لأنه لا يتصرف في نفسه بشيء، فكيف نعم. ينسب إليه الربوبية والألوهية. نعم. ونحوها. لعلكم تلاحظون في القرآن الكريم كيف أنه أجاب على هذه الأسئلة الكبرى التي وقعت فيها الأمم و... نعم. والثقافات، وهي أسئلة ولا تحيرتهم ولا زالت تحيرهم إلى اليوم، في حين أن الوحي القرآن العظيم جاء بالفصل فيها حسب. فالأمر الأول هو قضية خلق آدم عليه الصلاة والسلام، أصل الخلق وبدء الخلق كيف كان، كيف كان، وقد نبه الله سبحانه وتعالى على ذلك في أكثر من موضع، منها في سورة البقرة بقوله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخر القصة. نعم. وذكر أنه خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب. نعم. فجاء خلق عيسى عليه الصلاة والسلام هنا وهو فعلا غير معتاد، وهو أن يخلق الله سبحانه وتعالى بشرا من غير أب. لذلك قال في سورة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، فكما أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب فهو قادر على أن يخلق من عيسى دون عليه أم الصلاة والسلام ولا أب. من دون أم ولا أب، فكذلك خلق عيسى من دون أب. وذكر قصة خلق حواء، قال وخلق منها زوجها. فكل هذه الصور ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وهي فعلا غير معتادة، مخالفة للسنن البشرية في أن الله سبحانه وتعالى يخلق بشرا من غير أب. ولذلك مريم عليها السلام استغربت هذا، قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. فهذه الأسئلة فعلا هي أسئلة محيرة لكثير من الثقافات، لا زالوا إلى اليوم يعني مثلا انظر إلى هذا الضلال العظيم الذي وقع فيه النصارى والذي ذكره الله هنا، عندما ادعوا أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الله، أو أنه هو ابن الله، وهذا مخالف للعقل. صحيح. كما ذكر الله سبحانه وتعالى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، لا أحد. الجواب لا أحد، ولذلك أعرض الله سبحانه وتعالى عن ذكر الجواب لأنه متبذر. نعم. معلوم. أنه لا أحد يستطيع أن يدفع عن نفسه البلاء إذا أراد الله به سوءا. نعم. طبعا في قوله والله على كل شيء قدير، هذا من أعم العموم،
نعم غير يعني مخصوص. إيه غير مخصوص بشيء. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. لا يعجزه شيء وهو قادر على كل شيء. نعم. ولذلك لا يخص منه شيء. أي نعم. قال والله على كل شيء قدير. وهذا من دلائل الألوهية العظيمة. لأن الإله هو الذي يقدر على كل شيء. أما من ادعيت إلى ألوهيته وهو عيسى أو الأصنام أو غيرها فإنه لا يقدر على شيء. صحيح. نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. 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 فأنظر فرق بين. أنا في هذا الموطن لا أحب أن يذكر شيء من الاستثناءات. بعض المفسرين يقول والله على كل شيء قدير خص العقل منها ذاته فليس عليها بقادر. فهذا يعني فيه شناعة لهذا العموم العظيم. حتى فيه شناعة في النظر. أي يعني ولذلك لا ينبغي ذكره. صحيح. ولا بل ينبغي إطلاق ما أطلقه الله سبحانه وتعالى لتبقى في النفس هيبة هذا الإطلاق. والله على كل شيء قدير. فالله يقول كل شيء وأنت تريد أن تدخل استثناءات وغيرها هذا لا يليق. نعم أحسنت هذا صحيح. طب الآية كما لاحظنا كلها فيها إشارات في الرد على ألوهية عيسى. يعني قل فمن يملك من الله شيئا أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه. أيضا قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء. هذه ثالثة. وأيضا قوله والله على كل شيء قدير. كل هذه الأربع ليس لعيسى عليه الصلاة والسلام منها أي شيء. سبحان الله. ليس لعيسى أي شيء. فلو أن خاصة بالإله. أي خاصة بالإله. فلو أن من تعقل من من يدعي هذه الدعوة في مثل هذه فإنه بإذن الله يهتدي إلى الحق. أنت لما جمعت الأدلة تكمل؟ لا لا. لما جمعت الأدلة أو الحجج في رد هذه الشبهة وهي أن عيسى هو الله سبحانه وتعالى فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا ينبغي أن نتأمل أنه في سورة المائدة كلها عندما تذكر شبهة من شبه اليهود والنصارى يأتي الرد عليها مفصلا بطريقة عجيبة مثل هذه الطريقة. هنا يقول قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وبينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. بعدها في الآية التي تليها وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من بشر ممن خلق ممن خلق. ثم بعد إيش يقول يخلق ما يشاء أو ولله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أي نعم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وفي مع اليهود ماذا قال وقالت اليهود يد الله مغلولة. اسمع ماذا يقول غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لاحظ كيف الرد يأتي بهذه الطريقة. وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أخذ منها العلماء يعني مبدأ جميلا في المناظرة وهو أن الشبهة إذا أوردت وأقوال المخالفين إذا أوردت وهي باطلة أنها تورد مختصرة ثم يرد عليها ردا مفصلا مسهبا قاطعا لها قاطعا لكل ما فيها من تعلقات حتى لا يبقى لأحد في نفسه ريب ولا شيء من شك. أيضا مما يلاحظ وهذه سورة المائدة تعتبر نموذج ظاهر في هذا في مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم ومناقشتهم في شبهاتهم التي يريدونها بخلاف وفي الجانب الآخر مناقشة المشركين في مكة. وأنا شخصيا قد تأملت في هذا الموضوع وبحثت فيه وهو الفرق بين خطاب أهل الكتاب وخطاب الأعراب أو العرب في القرآن الكريم. فتجد أن الخطاب في السور المكية كان متركزا على المشركين والعرب كانت الآيات قصيرة
يكتفى باللمحة والإيجاز. صحيح. ومن أسباب ذلك والله أعلم أنه كان يخاطب فيهم الفطرة، ولم يكن لديهم من التفاصيل التي عند أهل الكتاب ما يحتاجون معه إلى إقناع واحتجاج. فكان في السور المكية الآيات قصيرة يجاب عنها بإيجاز. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأصبح الجدال والنقاش مع أهل الكتاب، وأهل الكتاب أهل ثقافة وأهل علم ولديهم تفاصيل كثيرة، وأهل حجاج ورجاج بالضبط. أيضا نعم. نعم. والفرق بين خطاب العرب وخطاب أهل الكتاب هو أن أهل الكتاب كانوا أهل العلم وأهل ثقافة، فجاءت هذه السورة بتفاصيل الأدلة، فكما تفضلت أنت الآن قبل قليل في هذه التفصيلات وهذه الاحتجاجات، لأن الرجل العالم الذي لديه تفاصيل ولديه علم لا يكتفي بالإيجاز، وإنما يحتاج إلى التفاصيل وإلى الاستدلال وإلى إرادة الحجج والأدلة. فلذلك جاء الخطاب في مخاطبة أهل الكتاب بهذه الطريقة المفصلة التي تورد فيها الأدلة وتورد فيها الاحتجاجات وتورد فيها الردود بشكل موسع. في قوله لو تكرمت عبد الله، وقالت اليهود والنصارى، جمع بينهم اليهود والنصارى، نحن أبناء الله وأحباؤه. طبعا الذي يقرأ هذا النص قد يظن أن اليهود والنصارى اجتمعوا على أنهم قالوا أن اليهود يقولون أن اليهود والنصارى أبناء الله أحباؤه، والنصارى يقولون أن النصارى واليهود أبناء الله وأحباؤه، وهذا ليس مرادا، وإنما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني كل يدعي ذلك لنفسه. أي كل يدعي ذلك لنفسه. وهذا ما ذكر أبو عبد الله قبل قليل، أنه فهم العربي للخطاب منتظع عنده مثل هذا الأمر، ما يقع عنده لبس فيه. أي نعم. نعم. ولهذا يعني ذهب يعني بعض المفسرين ورواية عن ابن عباس إلى ذكر قصة هي تدل على هذا المعنى، وذكرها الطبري عن ابن عباس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن أضع وبحري بن عمرو وشأس بن عدي، طبعا هذول من اليهود، قال فكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته، فقالوا: ما تخوفنا يا محمد، نحن والله أبناء الله وأحباؤه كقول النصارى، فأنزل الله عز وجل فيهم وقالت اليهود والنصارى نحن والله وأحباؤه إلى آخر الآية. إذن كان هذا قول متجذر فيهم من قبل، وهؤلاء يمثلون إيش؟ هذا القول السابق. ولهذا الطبري أيضا أشار إلى قضية مهمة جدا في طريقة العرب في الخطاب، قالوا: العرب قد تخرج الخبر إذا افتخرت مخرج الخبر عن الجماعة، وإن كان من افتخرت به من فعل واحد منهم، لأنه لا نتكلم على أنه لا قالوا، كان كلهم قالوا، قال: فتقول نحن الأجود الكرام، وإنما الجواد فيهم واحد منهم وغير المتكلم الفاعل ذلك. فهذا بناء على أن هؤلاء هم الذين قالوا هذا القول دون غيرهم. ولكن طبعا الظاهر أن هذا قول متجذر عند اليهود وعند النصارى، ولذا أخرجه الله سبحانه وتعالى مخرج العموم، قالت اليهود يعني كانوا كل اليهود، وقالت النصارى كل النصارى. الحقيقة قوله وقالت اليهود والنصارى يعني ذكرهما جميعا في الآية لإبطال قول كل منهم، لأن إذا كانت اليهود تدعي ذلك والنصارى تدعي جميل ذلك جميل، هو الحقيقة كأنه بطل الأمر، لأنه نحن أبناء الله وأحباؤه هذا يقوله اليهود، طيب النصارى يقولون هذا، من نصدق؟ نعم. إذن لا هذا ولا هذا، كلها دعاوى فارغة ومجرد يعني تشبع. وقوله نحن أبناء الله وأحباؤه، كأني فهمت من كلامك يا عبد الملك أن المقصود نحن أبناء الله أي أتباع إذن الله، وهذا قول المفسرين في تفسير الآية. لكن الذي يظهر لي أن المقصود بالبنوة هنا ما يدل على كمال القرب. نعم. نحن أي نعم نحن في شدة قربنا من الله مثل الأبناء. نعم. ونحن أحباب الله، فاحتج الله عليهم طبعا بما أبطل هذا تماما عندما قال: قل فلم يعذبكم بذنوبكم. يعني كيف يعذب الأب ابنه أو الحبيب حبيبه، على واحد، وكيف يصدر من الحبيب الذنب؟ فأنتم مذنبون وبشهادتكم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. طيب كيف تصدر منكم هذه الذنوب؟
هذا لا يمكن أن يكون. جميل. ثم رد أيضا ردا آخر فقال بل أنتم بشر ممن خلق، يعني أنتم مثلكم مثل غيركم، مثل غيركم. لا ميزة لكم إلا بأن تتقوا الله سبحانه وتعالى وتطيعوا رسله. جميل. ثم قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وأنتم ممن سيكون له مثل ذلك، من أطاع غفر له ومن عصى عذب. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. طيب قوله الآن يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعني قدم المغفرة على العذاب. نعم. يعني مقام الترغيب قدم على مقام الترهيب، وكأن فيه إيش دعوة لهؤلاء في أن التوبة، يتوبوا. هذا الحقيقة من عجائب القرآن، وهو فتح باب التوبة، لجميع لمن أشركوا، حتى لمن أشركوا، وهو أعظم ذنب في الأرض. نعم. يعني حتى لمن أشركوا، فهذا أيضا إشعار بأن المقام مع أنه مقام احتجاج ودعوة، إلا أنه يظهر مقام مقام احتجاج ومعارضة لهم، إلا أنه يظهر مقام دعوة. قال يعني يغفر لمن يشاء، ثم قال ويعذب من يشاء، فقدم المغفرة على العذاب. وأيضا لو تأملنا في قوله لله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، أو إليه المصير. وفي الآية قبلها قال ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. نعم. هناك ذكر ملكيته للسماوات والأرض وما بينهما، هنا قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، وإليه المصير. الذي الآن الذي تغير عندنا اللي هو الخاتمة، إليه. نعم. فهناك لما كان الكلام إشارة إلى خلق عيسى وأن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يكن إلها يملك القدرة، جاء الختم والله على كل شيء قدير. نعم. وهنا لما جاء نحن أبناء الله وأحباؤه، لا ذكر العذاب والمغفرة والحساب، نعم الحساب، جاء بقوله وإليه المصير. نعم. لو من قول نحن أبناء الله وأحباؤه، لأنه لما قال نحن أبناء الله وأحباؤه الذي يكون له هذا الوصف، فإنه يتشوق إلى لقاء إيش؟ إلى لقاء الله. فإليه المصير، فكأنه أيضا نوع إذ لو كنتم كذلك لا طلبتم القرب أكثر في أن يعني تتمنوا الموت. نعم. لم يتمنوا الموت، بل إن القرآن تحداهم في تمنيه، قال ولا يتمنونه أبدا. بماذا؟ بما قدمت أيديهم، أي بعلمهم أنهم قد قدمت أيديهم ما يمنعهم من تمني الموت. نعم. وهذا يعني أنهم وهم يدعون هذه الدعاوى كانوا يكذبون فيها. صحيح. حقيقة الآية تبين لنا يعني شدة أمر الدعاوى، وهو كون الإنسان يدعي نحن ولذلك ينبغي المسلم أن يتجنب هذا الوصف، فإن هذا الوصف إنما ذكر في القرآن على سبيل الذم من قوم قد أبطل الله دعواهم أشد الإبطال. فلا ينبغي الإنسان يقول والله مثلا إذا سألته يا فلان لماذا لا تصلي، قال يا أخي أنا كذا كذا، وأنا ترى أبوي كان كذا وجدي وحنا أسرة ومعروفين بك. هذه دعاوى، أنت مسؤول في دنياك وفي أخراك عن عملك، فإياك من الدعاوى. جميل. بعض الناس من حين ما تسمح له فرصة يبدأ يستكثر من هذه الدعاوى، من هو وماذا قدم وماذا عمل، هذا كله لا يجدي عند الله شيئا، إنما يجدي عند الله عملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا يغتر الإنسان بما أوتي من شرف وجاه ومنزلة وسمعة حسنة وأسرة كريمة ونسل أو نسب طيب، كل ذلك لن ينفعه عند الله. ولهذا عبارة الطبري الحقيقة في ختم هذه الآية جميل، يعني فيه موعظة، يقول وإليه مصير كل شيء ومرجعه، فاتقوا أيها المفترون عقابه إياكم على ذنوبكم بعد مرجعكم إليه، ولا تغتروا بالأماني وفضل وفضائل الآباء والأسلاف. وهذا يبدو أنه من نفس الصنف، يعني هي أماني واتكاء على فضائل الآباء والأسلاف. نعم. طيب قوله طبعا وإليه المصير، هذا يسمى عند العلماء من تقديم ما حقه التأخير، فالأصل في الكلام والمصير إليه. نعم. فلما قدم دل على أن هناك معنى مرادا وهو الحصر، يعني نعم. إليه لا إلى غيره المصير والمرجع والمآب. جميل. نعم. طيب أنا الحقيقة سؤال، أنا ما عندي في جواب الآن، قال وقالت اليهود والنصارى، أيوة.
هنا قال وقبل قال يا أهل الكتاب بني إسرائيل النصارى، هنا قال بعدها يا أهل الكتاب قد جاءكم. نعم. فلما جاء في الدعاء القرب من الله الدعوة والأمنية هذه قال قالت اليهود والنصارى، وهنا قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. وهنا قلنا أن يا أهل الكتاب هو نوع من التشريف. نعم صحيح. فهل يمكن أن يقال إن الأغلب في الخطاب يا أهل الكتاب فيه إشارة إلى أمر يشرفهم لو أنهم فعلوه أو كان قد شرفهم؟ لأنه لا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يشرفكم لو أنتم فعلتم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأحيانا يقول يا أهل الكتاب في مقام إيش؟ ما آتاهم من فضائل، وإن كان قد يأتي أحيانا أهل الكتاب وفي نوع من المدمة، يقول من أهل الكتاب من أن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك، ومنهم من تمنوا بدينار يؤدي إليك، ومنهم من تمنوا لا من أكتم من تمنوا بدينار لا يؤدي إليك إلا ما نمت على إقامة، ومنهم من تمنوا بقنطار يؤدي إليك. فالمقصود أنه ذكر أهل الكتاب في مقام إيش؟ ذم. نعم. لكن الظاهر والله أعلم أنه يا أهل الكتاب في الغالب يعني يأتي في مقام تمدح معين واستجلاب لما عندهم من العلم. فإذا جاء اليهود النصارى فإنه يقول في الغالب أن يكون في مقام إيش؟ ايضا الدم. ايضا ما يعني يؤيد كلامك دكتور في قوله يا اهل الكتاب هنا وصف لهم بما فيه الدليل على عليهم. عكس ما قالوا. أيضاً. نعم نعم. يعني يا اهل الكتاب احتجاج عليهم. نعم يا اهل الكتاب هو مدح. ولكنه ايضا الاقرار به يستلزم الاقرار بما فيه من البشارة. احسنت. هذا جميل. نعم. فقولوا يا اهل الكتاب وانتم تعرفون تفخرون بهذا الوصف. نعم. الكتاب الذي تفخرون به فيه خلاف ما تقولون تماما، كما في قوله سبحانه وتعالى عن المسلمين في القرآن الكريم وإنه لذكر لك ولقومك سوف تسألون. نعم. فهو شرف لك ولكن سوف تسأل عما فيه، وكذلك هذا لكم يا أهل الكتاب شرف. نعم. ولكن سوف تسألون عما فيه. جميل. ثم أيضا لو قال في الأولى وقال أهل الكتاب نحن أبناء الله وأحباؤه، أين ذلك في الكتاب؟ غير موجود. غير موجود. ما يدل أنها دعوة منهم. دعوة. فهم قالوها بوصفهم طائفة وليس بوصفهم أتباعا للكتاب. جميل. هذا جيد. أي وتو تأكيد للمعنى الذي ذكرته. وفيه إشارة هنا أيضا في قوله قد جاءكم رسولنا. نعم. الذي تعرفونه. نعم. فكأنه يعني إخبار عن أمر هم يعرفونه أنه سوف يأتي، فقال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. نعم. الذي أخبرتكم في الكتاب بمجيئه. وبالمشارة. وقوله قد جاءكم رسولنا فيها الدلالة على أن الرسول والداعية والعالم والواعظ وحامل الكتاب ينبغي عليه أن يجيء إلى الناس وأن يحمل رسالته إلى الخلق، لأن الخلق لا يدركون ما عندهم من الخير. صحيح. فينبغي أن يحمل هذا الخير إليه، مثل ما قال في سورة الأنعام قال أفمن كان على بينة من من كان بينة من ربه لا لا إيش نورا يمشي به في الناس الآية أو من كان ميتا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نعم. يعني بعض الناس يقول لماذا لا يأتي الناس إلى المسجد، لماذا لا يأتون إلى العالم ليتعلموا منه؟ يأتي إلى العالم ليتعلم منه من عرف فضله، لكن هؤلاء المساكين لا يعرفون ما عندهم من الخير والنور والعلم والهدى، فينبغي للعالم يجعل العالم حركة إلى 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 غيره. إلى غيره. إيه نعم. جميلة معه. نعم. طيب قوله يبين لكم على فترة من الرسل. نعم. طبعا الفترة من الرسل اللي هي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. بين مدة طويلة. إينا. ما كان فيها أنبياء ولا رسل، والعادة في بني إسرائيل أنه لا يكاد يموت نبي إلا ويخلفه نبي ولهذا لاحظ الأنبياء الذين يعني في آخر عهد بني إسرائيل زكريا ويحيى وعيسى، ثلاثة أنبياء في طبقة واحدة، وإن كان طبعا زكريا أكبرهم لكن أيضا يعني متوالون. نعم. أما هنا بعد عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه لم يأتي نبي. أي نعم. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى على فترة من الرسل، والفترة هي الفعلة من قول القائل فترة هذا الأمر يفتر فتورا. نعم. فإذا المقصود به الانقطاع. الانقطاع. أي على انقطاع. نعم.
ولقول فترة عن العمل أي انقطع عن العمل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لكل عامل شرة وإن الشرة إلى فترة، الشرة لشدة العمل والتوهج والتوهج فيه، ثم الشرة إلى فترة إلى انقطاع، فمن كانت فترته أي انقطاعه إلى سنتي فقد هدين. ألا يؤخذ من هذا أن استعمال الناس الآن لكلمة فترة يعني في الفترة ما بين كذا وكذا أنه ليس صحيح؟ نعم، يعتبرون من الأخطاء الشائعة. أي نعم، لأن الفترة هي الفتور الانقطاع. نعم أي نعم، والانقطاع. ويلاحظ أيضا هنا في قوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أن العادة في بني إسرائيل كما تفضل الدكتور هو تتابع الأنبياء. نعم. وأن هذه المدة الطويلة لم يكفي فيها الكتاب الذي بين أيديهم في دلالتهم على الحق. نعم. لما وقع فيه من التحريف. أي نعم. ولما سبق من أنه الله سبحانه وتعالى قد استحفظهم هذا الكتاب فحرفوه. جميل. نعم. لكن لاحظوا الفرق بينهم وبين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم نبيا خاتما، ثم لم يبقى في قوم في أمته إلا 23 سنة فقط هي وقت الدعوة، ثم اكتفي بعد ذلك بما تركه عليه الصلاة والسلام من الوحي. جميل. وهو إلى أن تقوم الساعة محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، لا حاجة إلى إرسال رسل، وإنما يكفي وجود هذا الكتاب وهذا أن أهل العلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقومون بدور عظيم يماثل دور الأنبياء في بني إسرائيل. صحيح. أين ودور لأنهم يقومون بدلالة الناس إلى الحق ودعوتهم إلى الحق وبيان ما في القرآن والسنة، وهذا فضل عظيم لعلماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله يبين لكم، طبعا رجعنا إلى قضية البيان، وهو أن الداعية والواعظ والمذكر والعالم عليه مهمة عظيمة في البيان من جهتين: أولا أن يقول الحق وأن يجهر به وأن يوضحه لكل الخلق ويبذله لهم، والثانية أن يأتي به بينا مناسبا، نعم، مناسبا لأفهامهم وعقولهم ومداركهم، ليس فيه شيء من الغموض أو من يعني الطلسمية، بحيث لا بحيث يستعمي ويستعصي فهمه على من يسمعه. قال يبين لكم أنتم، يعني كأنه فيه مقصودون، أي مقصودون بهذا، وليس بيانا عاما صرتم داخلين، لا، لكم على فترة من الرسل أن تقولوا، أي لئلا نعم. أي نعم، خشية أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. قول ما جاءنا من هنا من الاستغراق العموم. نعم. أي يعني نعم. أي بشير أي ولا بشير. نذير. أي نعم. وقدم البشير على النذير لأن البشارة تألفها النفوس وتحبها، فهو يبشر وينذر، يبشر من اتبع وأطاع وينذر من عصى وخالف. نفس مقام يغفر من يشاء ويعد من يشاء. ولذلك نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهذا، بتقديم البشارة دائما، بشروا ولا تنفروا، لأن النفوس نعم. تألف سبحان وتحب الله. وتنجذب للبشارة. نعم. قال فقد جاءكم بشير ونذير، وأكد يعني أعادها مرة أخرى للدلالة على أهمية هذين الوصفين في من يدعو الناس، وهو أن يكون مبشرا ومنذرا. نعم، يجمع بينهما، يجمع بينهما، لا يغلب يعني خطاب على خطاب. أي نعم. والنفس البشرية لا يسوقها إلى الله عز وجل واحد منهما، بل كلاهما، وهو أن يكون الإنسان مبشرا ومنذرا، يعني ممكن تبشر إنسان لكن لا ينشط لقبول البشارة، أنذره، خوفه من عذاب الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقف أحيانا ويقول يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، فيقول ماذا عندك؟ يقول إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني إلا تقبلوا وتأخذوا ما جئتكم به وإلا فأبشروا بالعذاب. أي نعم. وإليه يقول فبشرهم بعذاب أليم. نعم. وأيضا في سورة الحجر عندما قال نبئ عبادي أني أنا الغفور، أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم. فبشر وأنذر. أيضا الخاتمة. نعم. قال والله على كل شيء قدير. إذا عندنا والله والله على كل شيء قدير وإليه المصير، والله على كل شيء قدير. وأيضا المناسبة طبعا واضحة، لأنه قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا بشير ونذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على إرسال هذا الرسول على فترة من الرسل قدير. قدير. فما الذي تستغربونه من أين بعثة هذا الرسول؟ نعم. وهذه سبحان الله من
من الأدلة التي يعني يلزم بها الخصم، وهو أنه أحيانا قد يستقر في نفسه أن ذلك لا يكون، فيقال له ما الذي يمنع منه؟ صحيح، ما الذي يمنع منه؟ جميل. الله على كل شيء قدير. هل عندكم حجة في كتابكم تمنع من أن الله يرسل رسولا بعد عيسى أو بعد موسى، أو أن هذا ممتنع في العقل؟ الله على كل شيء قدير. نلاحظ، تلاحظون في سورة المائدة اللي تأمل فيها في الحديث عن عيسى عليه الصلاة والسلام، جاء في ثلاث حلقات تقريبا في السورة كلها. الحلقة الأولى اللي نتكلم فيها الآن في قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية أو الآيات التي مرت، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نعم نعم. والحديث عن عيسى عليه الصلاة والسلام في هذه، نعم، في هذا المقطع. الحلقة الثانية في آية 72 في سورة المائدة، سوف تأتي معنا، في قوله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ويقول عيسى عن نفسه عليه الصلاة والسلام داعيا بني إسرائيل إلى عبادة الله، إن الله ربي وربكم، يبين أن من أرى أن من أشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إلى آخره. نعم. والحلقة الثالثة في آخر السورة، آخر السورة. نعم. في مقررا عيسى بنعمه عليه وعلى والدته أمام الخلق أجمعين، ثم يسأله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما يكون لي. هذه ثلاث حلقات كلها لخطر الشرك، بيان خطر الشرك وأنه من أعظم الذنوب. نعم. طيب الآية التي بعدها في قوله وإذ قال موسى لقومه، الآن سبحان الله وسبق أن نبهنا على هذا، انتقال القرآن من موضوع إلى موضوع، سبحان الله، ما تشعر أنت وأنت تقرأ، ما تشعر يعني انفصام، انفصام أو انفصال أو نبوء في هذا؟ يعني الأمر عندك سهل، صحيح أنك قد أحيانا تقف مستغربا ما علاقة الموضوع، لكن ما تشعر بعدم الانسجام، يعني لا تشعر بعدم الانسجام. وهذا يعني عدم الشعور بعدم الانسجام هذا هو نوع من الأشياء التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب. طبعا بعض المستشرقين من باب المكايدة للقرآن يدعي أن القرآن مفكك ومهلهل وموضوعاته غير مرتبة، طبعا هذه دعوة، ونحن نعلم أن علماء المسلمين الذين اعتنوا بالكتاب لهم في ذلك كتابات تدل على الترابط العظيم. ولهذا احنا الآن لو تأملنا كان خطاب مع اليهود، ثم انتقل خطاب مع النصارى، ثم انتقل خطاب لليهود والنصارى معا، ثم رجع إلى موسى عليه الصلاة والسلام، سيرجع بعد ذلك الخطاب إلى عيسى عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكر الدكتور عبد الرحمن قبل قليل. ففي لف ونشر كله مع أهل الكتاب، إما يعني بالطائفتين مع اليهود والنصارى، وإما اليهود فقط وإما النصارى فقط. الآن رجعنا إلى يعني زمن محدد وهو زمن موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني القصة الآن تنتقل إلى زمن موسى. قال وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. ملاحظ أيضا من القرآن أن موسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك القرآن أشار إليها كثيرا، ما ذكر بني إسرائيل نعمة الله عليهم. نعم. مما يشعر بأنهم أصحاب كفران وجحود لهذه النعم. صحيح. ومن اطلع على واقع اليهود يظهر له هذا، فالله سبحانه وتعالى كثر في إنعامه لهم لا يقابلون هذا إلا بماذا؟ إلا بالكفر. نعم. أين؟ وتلاحظون في قوله قل فلما يعذبكم بذنوبكم، إشارة كما يقول بعض المفسرين إلى أن الحبيب لا يعذب حبيب. نعم. وأنتم تعلمون، أنتم يا بني إسرائيل وأنتم علماء بني إسرائيل، أنكم من أشد الأمم الذين عذبهم الله، عذبهم على يد فرعون وطردهم من رحمته وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقال الله وإذ تأذن ربكم ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فكيف يكون هذا يستقيم مع هذه الدعوة الكبيرة أنكم أبناء الله وأحباء وأنتم تعترفون بهذا العذاب الذي أنتم فيه؟ دعاوة فارغة. دعاوة فارغة. أيضا شيخ محمد في قول اذكروا نعمة الله، قد يقول قائل نعمة واحدة، والجواب أن كلمة نعمة اسم جنس. نعم. وهو مضاف أيضا، مضاف. نعم. واسم الجنس إذا أضيف دل على العموم. العموم. نعم. مما يؤكد هذا قول الله عز وجل وإن تعدوا وإن تعدوا نعمة. نعمة الله. طيب نعمة واحد إذا كانت فكيف يعد؟ ما يدل على أنها أن نعم. هذا المعدود شيء كثير. قال لا تحصوها، أي لا يبلغ تستطيع. أين لا تستطيعون إحصاءها. نعم. أي نعم. أيضا لاحظ بعض المفسرين وهو يذكر نعمة الله يقول اذكروا أيادي الله عندكم وآلاءه قبلكم، وهذه رواية عن ابن عيينة، سفيان بن عيينة. في رواية عن ابن عباس
من طريق علي بن أبي طلحة المشهور قال عافية الله، أن يذكره عافية الله. ولا شك أن العافية إيش؟ من النعمة. نعمة. وكذلك أيادي الله والآلاء أيضا من النعمة. نعمة. ولهذا قال الطبري، طبعا هو اختار العموم، قال وإنما اخترنا ما قلنا لأن الله جل وعز لم يخصص من النعم شيئا، بل عم ذلك بذكر النعم، فذلك على العافية وغيرها، إذ كانت العافية إحدى معاني النعم. نعم. ولهذا نقول أنه في مثل هذا المقام والإنسان ينظر إلى مثل هذه الأمور، ما دام الخطاب يحتمل مثل هذه الأمور والسياق يدل عليه، فيذهب إلى ماذا؟ المعنى العموم. إلى معنى العموم. قوله يا قومي فيها الدلالة على أن الداعية أو الآمر ينبغي أن يتحبب ويتلطف في خطاب الناس ليستدر طاعتهم. نعم. واستجابتهم. نعم. على كل نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على خير ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.